بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم في الدرس السادس من دروس دورة الفوتوشوب. في هذا الدرس بنشرح أداة من أدوات السبوت هيلينج بروش تول. سبوت هيلينج بروش تول هي تقدر تروح لها بالماوس، لا أو تقدر تروح لها بحرف الجي، الجي اللي هي زي اللام، الجي اللي زي اللام فيها، تضغط الجي بينتقل لك، شفاك الجي بينتقل لك هنا. هذه الأداة هي طبعا عدة خيارات، بس أنا إيش أقول لك، لو كانت عندك أنت غيرها تضغط مستمر على هذه الأولي. الأولي مثل ما ذكرت لك هنا، فرضا أنت بتحذف هذه، ها تقدر تعدل على الصورة، ها شوف تبي تعدل على الصورة، شوف هاك تقدر تعدل على الصورة دون التأثير بها. بس الطريقة السليمة هي شنو؟ الطريقة السليمة هي ما بهنا. الطريقة السليمة شوف أنا أسوي كترول زد حق تراجع. الطريقة السليمة هي، الطريقة السليمة الطريقة السليمة الحين خلنا أجيب الصورة لذا، لأن شلون أنا سويت عدة الطريقة السليمة اهي، الطريقة السليمة هي أول شيء شنو؟ إنك تقوم بإنشاء لاير حق هذا، لاير تنشئه حق هذا، حتى لو في شيء تبي ترجعه فرضا ولا حاجة ولا ذا، بإنشائك اللاير ها هذه أفضل طريقة وأسلم طريقة. بس خلي يجي له هذا، نو دونت سيف، خلي يجي. احنا قمنا بالتعديل عليها، شوف هاك خلي يجيب. هذه الطريقة، الطريقة السليمة مثل ما قلت لك تقوم تحديد بإنشاء لاير. انشأت لاير هنا تقوم بتحديد الخيار سمبل الاول، هنا تقوم شوف هاك، هذه الطريقة السليمة يقوم يعدل لك هنا. لو فرضنا الحين انت عدلت، ها اوه انا ما ابغى هذه احذفها، ابغى اقوم بانشاء هذا، شوف هاك بتحديده اسوي لها زوم، كترول مثل ما قلت زائد زوم، زوم احدد مكانها، شوف انا ابغى اخليها لحبة الخل، ارجع ثانية، شوف هاك او انا ما سويت ده، اختار المساحة واقوم بالمسح، شف يفا هذه رجعتها ثانية، اسوي كترول ناقص بترجع ثانية حبة الخال. هذا طريقة السليمة للتعديل حقها. لو فرضا انت لا تبغى تعدل منطقة كبيرة مثل هذه، شوف انا جالس اعدل منطقة كبيرة، اختار من هذه اللي هو الاداة الثاني الهيلثي، اقوم الضغط كترول الت واحددها، ها هذه اقول ابيها تصير مثل هنا، اقوم بتحديد شفاك يقوم يحددها لي من هنا، شفت يختار الالوان من عندها القريبة، هذا اللي اختار الالوان، هذا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.